شوف مصطفى فتحي يلعب الكرة العرضية والهدف الأول، الفهد الكنغولي برأسية يسجل الهدف الأول في اللقاء. بص العرضية، عرضية دواء، عرضية دواء، يحطها في ستون ميلي يوجهها، بس بص عرضية في منتهى القوة. حاول مصطفى فتحي حطها على الأرض، الشيبي يلعب الكرة العرضية حلوة، ورضا صلاح يا ولد برأسية، لكن أحمد مسعود كان معاها. أدي محمد حمدي يستلم، حمدي يعمل الكرة العرضية، وادي الرأسية بهدف تاني لصالح نادي بيراميدز، يركنها على يمين أحمد مسعود. بص هنا العرضية، هنا الإعادة دي حلوة أوي، هنا الإعادة دي حلوة أوي، مبينة الرؤية كلها. شكرا لمخرج اللقاء على الإعادة دي. محمد حمدي أدي العرضية يا ولد، كرة توصل لمهند لاشين يلعب الكرة الأمامية عند محمد حمدي، عايز يلعب العرض، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، يخلصها بلاتي توري ستيا توري، لكن الأسيست الثاني لمحمد حمدي، واحدة كانت على رأسية أحمد سامي والثانية لبلاتي توري. على سيناريوهات كتير حصلت في الكورة في مباريات كتير، والنتائج الكبيرة قابلة للزيادة. مصطفى فتحي يحطها في المرمى، يا ولد يا ولد على الرايق يسجل مصطفى فتحي، وانا بتكلم على عودة رابع لصالح نادي بيراميدز. مين اللي عمل البينية؟ محمد رضا بوبو. هل فيها اوفسايد ولا ما فيهاش؟ الفيديو اسيستنت ريفري اكدها، لكن فيها معلمة من مصطفى فتحي. حسن علي، لسه حسن علي والركنية، حسن علي عرضية ذهبية راسها من دفاع متابعة من خطورة، سيفتيري بسند على الشمال، هوب المهارة والعرض القطيرة والراس والهدف، جوا جول جوا جول، تاني اهدافه مع النادي المصري في بطولة كاس مصر في الموسم الحالي. هذه العرضية الذهبية اسماعيلي وكل الاندية المصرية الشعبية انها تتخلص من ازمتها المالية. ادي كورة خطيرة عند جودوين، اللاعب اللي دايما بيستخدم جسمه بشكل جيد، عدى وفات وجول. سجل في الذهاب، سجل في الاياب، وفي لقاء دور الثمانية وتحديدا في الدقيقة 29 حط جسمه ونجح في التفوق على ثلاث لاعبين من نادي اتلعبت الضربة الحرة. ادي لمسة وابعاد، وادي المتابعة وجول جول 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 جول. علشان الاسماعيلي يعود للقاء من بعيد بعد ما كان اقترب الرحيل. بص شوف عمار كمال السيد احمد الشيخ وبيلعبها حلوه جوجو. تسديد الكرات الثابته كمال شعبان، عمار وشعبان، عمار جول، حلوه حلوه بمنتهى الهدوء. هذا سيئ ليه؟ احرز هدف مؤثر، وهنشوف هيلعبها ازاي. يا ولد هغزل الكل، يلعبها على يمينك، كمال راح معايا على الشمال، هو حطها ركلة جزاء منفذة بنجاح. القدم اليسرى هو كمان هيلعبها ازاي؟ ادي حاتم جول جول، بيلعبها على يسار محمد شعبان منفذة بنجاح لدراويش، حلوة ما بعدش كتير وبيلعبها، راح معاها والله لكن جول اهو، هنشوف ما بعدش وبيلعبها على طول وراح معاها. التالتة الاسماعيلي مروان وشعبان، مروان جول أجد كأساسي، لاعب متميز جدا وحاطط متميز، بس هل هيتميز هنا؟ هنشوف مع كمال زولا منفذة بنجاح لطلائع الجيش. رحمن عبد الرحمن جول، هدف جميل مسدد بنجاح 100% تنفيذ. الحراس لسه محمد حمدي زكي وكمال، محمد حمدي جول، خمس ركلات مسددين بنجاح، برافو كابتن بسيوني. ضل الركله الخامسه خالد، خالد ويضعها يضعها شعبان، راح شمال وهي في اليمين، 1-1 والشوطين الاضافيين بنفس النتيجه. هتتلعب ازاي يا هاني؟ رايح بيتقدم، بيتقدم جول، حطها في سقف الجول، حلو محمد هاني، مجهود و120 دقيقة لعب. عماد وحطها، يا سلام يا عماد، ايه درويش بيضعها على عمرو طارق، بيلعبها حلوة حلوة بهدوء. بهدوء وذكاء، يعني العب واحدة من بتوعي كان عليه قدم يسرى يعني لا تخطئ. هل بقى هيلعبها؟
على شمال شعبان ولا يمينه، حلوة حطها في نص الجول. في ركلات الترجيح هيعمل ايه الخواجة؟ مصطفى وكمال، يلا مصطفى وكمال هيعمل ايه مصطفى؟ حظك يا كمال، حظك يا كمال، وحش يا كمال ان انت رايح معاها حلو، لكن هيلعبها ازاي؟ بيلعبها حلوة. حلوة على شمال محمد شعبان وكابتن ايهاب جلال، معناها ان الفريق كمال السيد دياب 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 جول، او يضعها بهدوء ببطن رجله حلوة. نادر وشعبان، شعبان هيقول كلمته ولا نادر هيكمل سكته؟ بيلعبها، حاول معاها شعبان، حاول معاها شعبان، لكن نادر بتحبهم طبعا. بص الكرة بيلعبها حلوة وشاوي، هيسدد فريد هو وكمال، فريد أخفق أخفق وحش الملاعب، فريد شوقي الركلة العاشرة يخطئها فريد شوقي، تنقذ طلاع الجيش، لكن فريد شوقي القائم الأيمن بجوار القائم تماما، وكان معاها والله كماذا تفعل يا كتكوت، كتكوت هيشوط، كتكوت ويصدها شعبان، كتكوت بيسدد وشعبان موجود، يا سلام يا سلام على كرة القدم كتكوت كده. هنشوف الحراس بقى هيعملوا ايه، الجيش هو هيسدد، شعبان ضيح ضيح، هي الحتة دي مش عارف مكعبلة ايه، علوية على كمال السيد ليس لحراسة مرمى، وشعبان كمال كمال كمال، الركلة ناجحة مسددة، والدراويش في نصف النهائي او على مقاعد المنطقة الفنية، ركلة ركنية على القائم الاول، فين الراسية؟ جول 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 للتهديف، اي متعة على القائم.